عقب نجاح عملية الحرث والبذر في مختلف ولايات الوطن وارتفاع المساحة المزروعة إلى 2.5 مليون هكتار من الحبوب بعدما كانت لا تتجاوز 1.5 مليون هكتار السنة الفارطة، تتأهب الولايات الجنوبية لانطلاق عملية الحصد والدرس شهر أفريل القادم، وتوقعات بلوغ أكثر من 40 مليون قنطار من الحبوب. تقريبا أفريل راح نبدأ على الولايات الجنوبية. هي مقارنة بالعام الماضي الناس كانت شايفة الجفاف، ممكن العام اللي فات كنا متجاوزناش 1.5 مليون هكتار، ولكن السنة تقريبا رانا متجاوزين حتى 2.5 مليون هكتار، الشيء اللي راح يخلي المردود ثاني يكون مليح. نحن نقدروا نقولوا نوصلوا ل 40 مليون ولكن نخلوا الأمور في وقتها. وضمانا للسير الجيد للموسم الحصاد والدرس، تعمل جميع مديريات الفلاحية لوضع مخطط عملاتي للانطلاق في عملية الإحصاء الكلي للمردود، كونه آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات. بما أنه العام جاء مليح وكلش، لازم يكون مخطط عملياتي وين حتى كيفاش يدخلوا هذه الحبوب اللي راح تدخل، لازم يكون أمور لوجستيكية اللي تتماشى معها، وهذا الشيء اللي حث عليه الوزير وطلب من المدراء باش يكون عندهم إحصاء منظم وعام باش يعرفوا كيفاش نتسايروا مع هذه العملية تاع الحصاد والدرس. هذا واجتمع وزير الفلاحة مع مدراء المصالح الفلاحية ل 58 ولاية عبر تقنية التحاضر عن بعد الذي تزامن مع عرض الحكومة لحصيلة حملة الحرث والبذر لسنة الجارية، حيث تم التجديد على تنفيذ التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لتشجيع الفلاحين وتجسيد عملية المرافقة التقنية والعملاتية لصالحهم.